كان اليهود في خيبر مركز الدس والتآمر وإثارة المكر بين المسلمين، فخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في 1400 من أصحابه وحاصروا خيبر ذات الحصون المنيعة. حمل علي ابن أبي طالب راية المسلمين حتى سقطت حصون خيبر بعد أن أكرمهم الله تعالى بنصره، وأبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أهلها فيها ليقوموا بالزراعة مقابل أن يدفعوا للمسلمين ضريبة الخراج، وهي نصف ما تنتجه الأرض، وكان ذلك في العام السابع للهجرة. وبعد ذلك بعام، أي في العام الثامن للهجرة، بعد أن نقضت قريش أحد شروط صلح الحديبية باعتداء بني بكر حلفاء قريش على بني خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، توجه الرسول صلى الله عليه وسلم نحو مكة مع أصحابه وقسمهم إلى أربع فرق بقيادة كل من الزبير ابن العوام وقيس ابن عبادة وخالد ابن الوليد، وفرقة بقيادته صلى الله عليه وسلم، واستسلمت قريش دون قتال. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وأمر بتحطيم الأصنام. وعندما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم باب الكعبة، كان كفار قريش قد ملأوا المسجد ينتظرون ما سيفعل بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعلى إثر فتح مكة انتشر الإسلام وتطهر البيت الحرام من الأصنام.